نصلي لكن تبارك الطفلين نحن عملنا الولادة مالينا باركهم يا ربنا وبارك الآب وبارك الأم يا ربنا نصلي لجميع الأسر الناس في البلد ده أنا قلت تبارك كل واحد ده في المكان ده خلي اسمك تعالى يتمجد دائما فينا باسم ربنا وجل اسمه يسوع المسيح. فأنا عايز نقول حاجة بسيطة عن السياسة أو الأحوال الماشية، أنا ما سياسي لكن أنا بقول الحاجات الماشية. لأنه أنا قاعد في محل بتاعي في كادوغلي اللي هو جبل النوبة وأكثر ذا المحل ممكن أنتوا جايين منه. فجاية كادوغلي الجاية بتاعي هنا يا جماعة أنا جاي نسلم عليكم. أنا جاي بس نتفقد عليكم ونسلم عليكم كناس من جبل النوبة. أنا لفيت محلات كثير في بريطانيا في هولندا في اليابان في استراليا في هاواي في محلات كثير ولما نمشي أنا بعض المرات بيشيل صور والناس بيسألوني الناس دي كيف يال بتاعتنا في كينيا كيف يال بتاعتنا في هولندا كيف وأنا عايز نشيل خبر بتاعتكم الخبر كله كويس لقيت ناس عندهم تلفزيونات لقيت ناس عندهم ثلاجات لقيت ناس عندهم حاجات لقيت حاجة كعب أنا ما داير وأنا ما مش نطفي ومش نوريكم ما يدخل الزمن ما ممكن يكون في بلد كويس زي ده والزمن يكون This is bad. عجائب. يعني احنا نبقى احسن منكم ولا شيء. لازم تكون عندك الزمن يا جماعة. الزمن ده is very precious. الزمن ده ما زي القروش تاخده في البنك. الزمن ده ما زي عيش. الزمن ده ما زي مويه تاخده في الثلاجة. ما في زول بقدر بيزمن الزمن، الزمن ده ماشي 24 ساعة للناس كله أبيض وأسود. أنت بعد لو استخدمته صح تستفيد، لو ما استخدمته صح امشي ما برجع تاني، الدقيقة المشي حسب ما بيجي رجع لك. أنا بتمنى تحترموا بعضكم تحافظوا على الزمن. لكن الحاجات الكويسة اللي أنا شفته أنا بوري للناس. وأنا بوريهم برضه في مشكلة عندكم بتاعت الزمن. خلاص انا بتصرف بعدين اوكي الحاجة الثانية ليه انت جيت هنا؟ انت ليه جيت في امريكا ولا في مصر ولا في استراليا؟ انا ما عايز تجاوبه لكن انا بحاول نجاوب. انت جيت هنا لاسباب سياسيه. في زول من وراء الكلام ده عشان تيجوا هنا. نحن لما نكون في بلد البلد بينمو صح؟ الناس بيلقى غابة لو في ناس بيقطعوا الغابة بيبنوا بيوت صح؟ لكن لو ما في ناس بيحصل شنو؟ يحصل غابة في زول سبب لكم كلام هنا عشان تجوا في زول قطع لكم سكة الناس يخليهم يمشوا يخلي بلدهم فاضي لأن البلد بتاعتنا فيه دحق فيه بترول في أي حاجة. في ناس ما بيصدقوا لكن أنا ما بقول كلام ده جازم لكن في ناس ممكن يختاروا لكن ده الظروف السياسية المعيشة الصعبة اللي ما خلى الناس تقعد في الخرطوم الناس ما قدرت تاكل الناس ما قدرت تقعد في الجبال لأنه فيه حرب في زول السبب كلام أنا ما أقدر أخش في السياسة كثير لكن ده النظام الحاكم سبب لنا نحن نطلع ولسه نحن بنطلع كثير نحن بنطلع كثير مش عشان نحن دايرين لكن نحن مرغومين جينا في محل الثقافه بتاعتنا ما بتسوي الرجال هنا قالوا زي شنو؟ انا ما ادري نقول لكن قال الرجال هنا وضع بتاعهم شويه صعب انا ما ادري نقول لكن لما يكون في بلد الرجال هنا براود بيمشي براس مرفوع لكن يا نساء خلي رجالكم راسهم يكون مرفوع اسمه الكلام ده كويس كويس لكن من ناحية ثانية الهجرة ما معناه ناس كل يجروا من مشكلة لكن في ناس
يعني اختاروا يجوا هنا ممكن في ناس اختاروا يجوا هنا فأنا ما بشمل الناس كلنا نقول ناس جروا عشان نقول الزور السياسي والنظام الحاكم ده هو دمر المدارس في الجبال السياسة الكادر بمارسون من ما إنجليز حتى السلطة للعرب بقى المشكلة السياسية حتى في الزمن ده نحن عندنا مشكلة البترول بتاعنا يا جماعة نوريكم بشيلوه من الهجري بشيلوه طوالي بوتوب السودان نحن يا جماعة سيد المحل انت بتاخد 2% ما رأيك البيت بتاعك الزول يشيله كله يديك بس حمام يقول ده محل بتاعك 100% نحن نشيل بس 2% ده كلام مدرس افتكر ده الحاجات التعليم المدارس خرطقت ودلو دي المدارس ما دمروهم عشان مدارس في حرب لكن دمروهم مخصوص عشان شنو؟ عشان الناس الاسود ما يمشي قدام لان ليه الناس الاسود ما يمشي قدام؟ الناس الاسود اقوياء الصادق المهدي شال الناس من جبل قدير مشى بهم لحد ما قتل غردون في الحرب العالميه الثانيه الناس شالوهم الجيش الاسود القوي مشى ودوهم وين؟ في يوغندا انا في ناس هناك اسمه نوبي الجيش الاسود القوي دل ماشي يحارب في الجنوب الجيش القوي بتاع النوبة هو المشي من جبل النوبة 6-5-4 شهور عشان يمشي يشيل الزخيرة من الجنوب لحد ما يجي الجبال عشان يحارب الجيش بتاع النوبة القوي هو اللي قدر يحارب بسلاح واحد يحارب الدبابات يحارب كل شيء لحد ما ينتصر لحد الليل وعشان كده في مشاكل كثيرة يا اخواني في البلد نحن التعليم بتاعتنا تعبان المويه كويس ما في ليش نحن بنشرب المويه في الابار في المحلات الصحة يعني أي حاجة بسيط ممكن يكون جانا صحيح فدي الأحوال الماشية ولما جاء السلام يا جمال بيتكلم فهو السلام الشامل ده السلام الشامل أنا عندي نظرة خاصة له السلام الشامل ما أدى النوبة حرية ما أدى النوبة حبوبه ما أدى السلام يأتي يديك 2% تقول ده السلام عشان كده ومش لسه لما جاء الانتخابات أو لما جاء الإحصاء الناس دارين يعدون على رب العمل كده بس الناس ما عندهم كويسة عبد العزيز وقف قال لا نحن نعيد ناس لا عديناهم بقى كويس مشينا الانتخابات أنا مشيت صوتت قبل ما نجي الحركة الشعبية هو البايس لكن النظام الحاكم قال لا الناس ما بايزين حددوا اللجنة بتاعت الانتخابات أنا ما أقدر أعطيك التفاصيل حددوا اللجنة بتاعت الانتخابات وشالوا الاوراق ده اعلنوا في الخرطوم وقبل ما يعلنوا كان حدد الناس قال لهم يا اخي قولوا هارون هو الفايز لو ما قلتوا هارون هو الفايز نحن بنبيد النوبه الناس ما يشتغلوا الكلام ده قال طيب انتوا شيلوا الوالي ادينا النايب وزير الماليه ما يشتغلوا الكلام ده مش هارون في الخرطوم وقال هارون هو الفايز وليس الحركة قاعد يصبر نحن حاولنا بطرق سلمية كثيرة الحركة حاول بطرق سلمية الرشاوي كثير أنا مذكر في الانتخابات عمر البشير رسل صورة قال لا مش كلمة دوم خلي يختار 20 قسيس أنا لما ديك كدوه يعني قبل أنا قلت عليه لا الزول ده قال انت القروش اللي انت دايره انت بتشيله هو ده ما هو ده هو الاسباب الكثير انا ما اقدر نحكي عن حياتي كثير مع الناس دي في حاجات كثير ماشي لكن ده نجيب ما النور بتاعي نجيب ما ناس بتاعي نحن نحاول نستعمل ف بعد الانتخابات المزورة دي ولسه الجيش بتاعهم قاموا عشان يمشي يحارب الناس بتاعتنا يهود الحرب اللي مش حصل الحرب بدا في جسمياته بدا من دورين ومن احد اللي فات ده ف حس في كادوكلي الحرب داير شديد وفي الدلي الحرب داير شديد أول حاجة الناس جو في المكتب داير قالوا حرقوا المكتب داير وحرقوا كل المكاتب الموجودة مشي للبيت البيت بتاعتنا بتاعت الجسوس فيه 8 غرفة شالوا أي حاجة شالوا حاجاتنا كله شالوا الثلاجات شالوا كمبيوترات 8 كمبيوترات فيزا بتاعت سطر ما بذكر حاجات لكن شالوا مشي في البيت داير طلبوا بالنار بعد ذلك في كان قسيس جوا طلع بالشباك برضه الهيد بتاعي دمر ما في اي حاجه انا بتكلم عن حد هسه في كادوغلي انا ما عندي اي حاجه
أنا ومشيت بيكون داير إلا نبني حاجة تانية جديدة عشان أسكت. فا دي الحاجات الماشية. وفي طائرات حاسة بدوك في الناس. ويو إن ما قد يساعد. يساعد جيش بعد المشير. دي الحاجة ما قد يساعد. طيب هل نحن عندنا دور ولا خلاص نحن جينا في أمريكا؟ أنا بقول نحن عندنا دور لسه. أنا قاعد هنا على مدى كله أنا بشتغل. أنا وجوري وجيم نحن قاعدين نكلم الناس. خطاباتنا واصل لأوباما، خطاباتنا واصل للسنترز في الكونغرس، وفي ناس عايزيننا أن نحن ماشيين. ده جزء من الحاجات اللي ماشيين نتكلم عنه بكرة. ويتصلوا من خلالنا إنه نحن نقدر نوصل الصوت بتاعنا. أنا مبسوط لأن أنا في أمريكا في وقت زي ده، ده من أقوى الدول في العالم. وانتم محظوظين تكون قاعدين في دولة كبيرة زي ده. لكن في حاجة واحدة إيه؟ الناس متفرقين. ما قاعدين. نحن المفروض نستفيد من الكلام ده، نستفيد من البلد ده، نوروهم بيقدر يمسكوا البلد ده. بيقدر يحرروا ناس بتاعتنا، بيقدر يتوحوا بيها. لكن عدم الاتفاق بتاعتنا دي حاجة ما كويسة. دي حاجة ما كويسة يا جماعة. يعني احنا ما نستفيد منكم؟ ما نستفيد منكم في البلد ده؟ مباراة انا كنت بفتش ناس عشان يمشي معايا الكونغرس. ساعتها النوبة رابطة جبل النوبة العالمية، سمعت قال دي القسم ثلاثة مجموعات. أنا كنت لزول بتكلم معاهم، طيب هي تو اللي بتعامل مع الحكومة في السودان. قال ولا واحد. لسه ده ما النهاية. أنا عايزكم تبتدوا تتوحدوا. تبتدوا تتوحدوا لأنه البلد ده والبلد بتاعتنا عايز وحدة. العرب لما انخشى في كادوغلي لما انخشى في مدورين الناس ما قال لا 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 ما كان هدور رجل له دي الناس ورين. في ناس جو في ناس ماتوا من قبائل ثانية عشان مدورين. في كوالين في ناس قطورو في ناس مورو. والعرب لما يجي ما بقول انا بكتب بس جماعة دي بيجي للناس السود بروفايدر بالحكي بس. فانا عايز اقول لكم يا اخواني واخواتي اتوحد حتى لو في مشاكل صعب هنا ده اتوحد. انا ممكن قاعد اقول ما في مشاكل هنا لكن احتمال ده الجهل بتاعي. لا تكذب شغلي يا جماعه انا قاعد انظر لكم كيف. انا اول حاجه ما قلت لاجل بقول زي ما عندي عربية زي عندكم بيوت سامي عندكم مراتب عندكم موية عندكم أكل عيال بيقروا مدارس انتوا بتشتغلوا بقروش كتير. أنا قلت للجماعة الناس اللي قاعدين هنا أفتكر حلوا مشاكل في الدنيا المفروض بس يفكر في مشاكل شنو بتاعت الحياة الأبدية. الحياة الجاية ده انتهى ولا شنو يا جماعة ولا مشاكلكم شنو؟ أنت لو قاعد تاكل في بيتك ذات زول ما يجي كده ممكن تاكل صح؟ ها؟ فأنا شايف المشاكل موجودة مشاكل بسيطة قد بالنسبة لي أنا لكن ما معروف. فأنا شايف أنت انتهيتوا الحياة الدنيا ده بالآخر. نحن لو عملنا محل زي ده في جبل النوبة واو أنا ما مذكر عندنا حول زي ده كويس في جبل النوبة تقعد في خشب. فيا جماعة اتوحد. أنا عايز نشوف الاختلافات دي شنو. أنا عايز نديكم النظرة بتاعي عن الاختلاف. الاختلافات ده كون ما إنه زول ده من كواليب، زول ده من أبورو، زول ده من مورو، زول ده من توغولا، زول ده من أوربا، زول ده من وريا، زول ده من النبوة. أنا بشوف ده قوة. أنا ما بشوف مشكلة. This is power. شوف القوة. ليه القوة؟ لأنه نحن بنكمل الثاني، we complement each other. الحاجة الزول ما بعرف، كمان أنا قاعد نلاحظ، في زول هنا مو فاهم بشكل الحاجة ده. ها؟ لكن في زول ثاني هنا قاعد يقول. في زول ثاني كبير قاعد يترجم. في زول هنا قاعد يصور صبر. وفي نسوان عملوا أكل
هل ده ضعف يا جماعة؟ ده قوة. أنا عايز أقول لكم أنا سمعت وكان في مشاكل قاعد هنا، لكن أنا ما أقدر أخش جوه. إذا كان الرطوبة ولا عايزين ينمي البلد بتاعهم خليهم يعملوا. ده ما تكرع عشان ده ينمي البلد بتاعهم. ده كلام صحيح يا جماعة؟ زول ده ينمي البلد بتاعه وري هناك. خلوه ينمي. This is good. إحنا بنبقى مبسوطين. زول ده بيشتري عربية كبيرة. ده يعمل حاجة كويسة في بيته. Let him do it. لكن لما نناديكم في كلام ده تدوبوا كله نحن بنجي. وري خليه يساعد محل بتاعه. ما تكرهوا. لا يعني خليه يمشي في الكنيسة بتاعه ولا يمشي في الجامع بتاعه. No problem. لما إيمان بتاعه أنت تقول ليه أنت بقيت مسلم؟ ليه أنت بقيت أسقف ولا بقيت كاتاليست ولا بقيت بنتيكوستال؟ واي؟ لما حاجة بفرقنا خلوه يمشي هناك يبدأ إكسبيرينس هناك. الروح القدس في كل مكان يا جماعة. خلي زول يمشي مع بتاعه. This is your brother. خليه يمشي كنيسة بتاعه وتصلوا لما تيجي تلاقوا How are you my friend? How are you my brother? ده كلام اللي احنا عاملينه يا جماعة. ها؟ ده الوحدة اللي أنا قاعد أشوفها. ده الوحدة اللي أنا قاعد أشوفها. القسيس اللي قاعد هنا أنا قاعد شايف إنه ما ضروري عشان أكون عندي ناس كبار. نو. لكن الحاجة المهمة الزول الواحد اللي ادوني له ربنا ده لازم ننميه في الإيمان، لازم ننميه في الكتاب المقدس. لأن أنا ما سمعت قال الزول اللي عنده ناس كثير بعدين بدو محل في سما كبير. سمعنا كلام زي ده؟ قالوا بيوت لكن أنا ما عارفين هل بيوت ده واحد كبير ولا لا؟ We don't know. بليز ما تعملوا مشاكل. خلي الزول في الحرية بتاعه لكن تعالوا سوا أجمعوا تحت النوبة. سواء كان انت من كواليك من وين اجمع مع بعض عشان نحن نواجه الحاجه دي قدام. ف انا كلامي بيكون انتهى لانه زمن ما في ناس بيعرفوني انا ما قد كنت بتكلم زمان لكن انا ايام ده بقيت ارقام شويه ف أوه. Подвинь. Он